والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، the title of the marriage or the presentation for tonight إن شاء الله marriage as can we have it out can and this is as to us they use it as a mayday in the boats. This one is different, this help, this kind of help also. So can we work it out? This message actually, this presentation for the married people and not married yet. And married people, how to make your marriage really successful inshallah and have fresh love continuously all the time inshallah. And also for not married to prepare themselves inshallah to be happy for the all of their lives, inshallah. And I will start both the... I have to speak in Arabic also, so people will give me... يعني هذه المحاضرة إن شاء الله رب العالمين للمتزوجين وغير المتزوجين. المتزوجين كيف تخلي إن شاء الله حياتك الزوجية ناجحة وكيف تخلي الحب مستمر من أول ما الإنسان يتزوج إلى أن يموت إلى أن يدخل الجنة إن شاء الله رب العالمين. واحد من الأدعية دائما أبويا كان يدعي لأمي الله يرحم أبويا ويديم العمر لأمي كان يقول الله يجمعني معك في الدنيا والآخرة. One of the دعاء my father used to make for my mother all the time and he said may Allah سبحانه gather all of us together in the dunya and the آخرة. And we beautiful دعاء beautiful دعاء دعاء جميل اللهم سبحانه وتعالى اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا gather all of us with the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أبدأ إن شاء الله يعني إيش معنى desire؟ أن desire الهوى، كل إنسان عنده هوى، كل إنسان عنده غريزة. الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، الله سبحانه كريم آدم عليه السلام من الجنة لوحده بل himself آدم عليه السلام. سبحان الله تخيل آدم في الجنة، imagine آدم in a paradise. وكل ما يريد آدم في الجنة everything آدم عليه السلام wants in the جنة in the paradise. ولكن فوق هذا وذاك حس آدم بالوحدة سبحان الله. All this آدم عليه السلام he felt so lonely لأنه كان هو البني آدم الوحيد في الجنة. He's the only species of human being in the paradise. مغمش لا كومنت والله. فسبحان الله لكن عندما الله سبحانه وتعالى خلق حواء عليه السلام والله سبحانه وتعالى كريم حواء ايف عليه السلام والله ادم عليه السلام فيلد كومبني يعني حس انه في زوجه عنده ادم عليه السلام حس بالحب حس بانه بالايه اللي حنذكرها الان في سوره الروم من ايه مثلا نمشي في سوره الروم يعني تنفر معنا كلمه الحب والموده والرحمه وي اندرستاند وات از موده والرحمه اند لاف اند سمبثي ان شاء الله رب العالمين. كل بعدين الله سبحانه وتعالى خلق الغريزه في ادم عندما خلق حواء. الله سبحانه وتعالى بدا ديزاير ان ادم عليه السلام وان هي كريتد حواء ايف عليه السلام ان ذا سيم تايم سبحان الله رب العالمين. الان كل انسان عنده غريزه. Every human being on earth man or woman they have a desire. ممكن الغريزه تكون اي شيء الغريزه or the desire or anything. لكن الشيء الطبيعي جدا الرجل للمرأة والمرأة للرجل. The normal things the man for the woman and the woman for the man. This is the normal things. الغير طبيعي لما يكون رجل للرجل والمرأة للمرأة. The abnormal things the man to the man and the woman to the woman. عشان كده سبحان الله رب العالمين عقوبة النظام في الإسلام من أقصى العقوبات. The penalty in Islam for those
an abnormal people. That is a severe penalty in Islam. إنه يلقى من أعلى بناية أو أعلى مكان شاهق يلقى الرجل أو المرأة. يعني الإنسان الموجي والعياذ بالله the one who has abnormal person with the desire or the one who is man or gays والعياذ بالله the highest place should be thrown. طيب يعني ما فائدة الغريزة في الإنسان؟ What is the desire and what is the benefit of the desire؟ فائدة الغريزة في الإنسان. Two benefits يعني فائدتين طبعا يعني بمعلوماتي أنا لكن 100% العلماء وجدوا أكثر من فوائد كثيرة من الغريزة. يعني أنا اخترت أنا فائدتين فقط. I choose only two benefits but the scholars they create more than they have more than two desire or two benefits of the desire. أول واحد is compare between the desire of the dunya and the آخر. يعني سبحان الله الغريزة في الدنيا دائما طبيعة الإنسان يتشوق للشر والحرام أكثر من الخير. طبيعة هذه طبيعة الإنسان the nature of human being جبلة الإنسان وفطرة الإنسان دائما يريد الحرام أكثر من يريد الحلال أكثر من يريد الحلال would always want حرام things more than حلال things. It's فطرة nature. هذا عشان كذا الله الشيطان يعني وعظ الله سبحانه وتعالى ومز الله سبحانه وتعالى إنه يظن جميع الناس إلا للناس اللي عندهم إيمان وتعلق في الله سبحانه وتعالى. Except the people that have a desire is attachment to Allah سبحانه وتعالى إلا عبادك الصالحين. Except your righteous people. لا سلطان عليهم. There is no authority. اللهم اجعلنا من هؤلاء الناس إن شاء الله. May Allah make us among those people. Well, so the desire and benefits the first desire to compare when the car and the غريزة في الدنيا والغريزة في الآخرة والهوى في الدنيا والهوى في الآخرة. الشيء الثاني سبحان الله زيادة عدد المسلمين في الدنيا. كم عدد المسلمين في العالم الآن؟ 1.9 exactly 1.9 billion Muslims in the world 1.9 and 1 billion and 1.9 billion Muslims in the world subhanallah لكن شاء الله اكثر يعني اكثر there will be more and more and that is one of the benefits of the design واحد من فوائد الغريزه في الانسان هو increase زياده عدد المسلمين ان شاء الله رب العالمين. خلينا نخش مباشره في الموضوع الزواج. قلنا الزواج طبعا المحاضره بالانجليزي وبالعربي ذا ليكتشر انجلش اند عربي اكزاكتلي ترانسليشن ان شاء الله. الزواج نعمه ومن اجل النعم الله سبحانه وتعالى انعم على الخلق جميعا سبحان الله. One of the greatest نعمه والباوند ذات الله سبحانه وتعالى بلس ذات الله سبحانه وتعالى بلس اس وذ ذا مارج من الزواج. ارجوكم يعني الايه هذه 100% قرأناها عدة مرات في سورة الروم. This آية في سورة الروم يريد many times في سورة الروم. لكن ومن آياته من آيات الله سبحانه وتعالى from the signs of Allah سبحانه وتعالى among the signs one of the signs of Allah سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. So Allah سبحانه وتعالى created from within ourselves أزواج spouses. كلمة لتسكنوا لو تسكن what is السكن بالعربي كلمة السكن أو the meaning of السكن العربي in Arabic ترتاح للراحة بالضبط. السكن the word راحة to have relax tranquility peace سكينة all this together بالسكن the word سكن the word سكن لتسكنوا إليها. Imagine the man and the woman they make سكن راحة لبعض. السكن or repose or reset or tranquility peace to each other. مثل يقول لك المشاكل just like that some people with the problems. No in fact الزواج هو بداية العلاقة من هدوء النفس. هدوء النفس the marriage is a start for the person to have peace and tranquility سكينة وسلام. لتسكن إليها وجعل بينكم مودة كلمة مودة. What is the translation of mawadda here? The translation جعل between man and woman mawadda. What is mawadda? A lot of people say حب love. The translation.
لكن كلمة مودة بالعربي in Arabic the مودة أكثر من ذلك بكثير. More than that, beyond the word love, the word مودة. مودة love, sympathy, peace, tranquility, سكينة, سلام. كل الأشياء اللي ممكن الإنسان يحس فيها بالراحة. All the things that Allah and the person will feel like peace, the word مودة ورحمة. سبحان الله, الله سبحانه وتعالى ورحمة. هذا ترانسلسل نفسي الحقيقة إن من عائشة رضي الله تعالى عنها, نذكر ذلك إن شاء الله. من عائشة رضي الله عنها, she used to have her monthly things every month, الدورة الشهرية لعائشة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم, عائشة كان يجيها ألم رهيب. عائشة she used to have a lot of pain. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حط يده صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها, يعني put his hand on عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن, and you start to read the Quran. فتقول عائشة رضي الله عنها, عائشة سيدة, وأحس ببرودة يده صلى الله عليه وسلم على قلبي, on my heart, I feel the coldness of his hand on my heart. كثير من الصحابة قال نفس الكلمة على فكرة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. A lot of الصحابة they say the same thing at the hand of the Prophet صلى الله عليه وسلم. هذا الرحمة, من الرحمة بين الرجل وبين المرأة. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. حقيقة لو الإنسان تفكر, يعني ما الفرق حقيقة, يعني ما الفرق بين الزنا والزواج؟ What is the difference between زنا, adultery and زواج؟ الشريعة كتب الكتاب يسموه نظر الله كتب, يعني الأكت الفعل نفس الفعل, the act is the same act, لكن واحد الله سبحانه وتعالى يرفعك إلى الجنة العلى from one act الله سبحانه وتعالى بده يجيبك للجنة, and one act الله سبحانه وتعالى بده يقدرك إنه يرفعك إلى الجنة. It's the same act, لكن one act عالي عندك الله سبحانه يرفعك يبقى إلى الجنة, one act الله سبحانه وتعالى بده في جهنم العياذ بالله. اللهم عافينا يا رب العالمين. Go straight to the topic إن شاء الله رب العالمين. بس نجي على العلاقة الزوجية, علاقة متميزة وبها المكان العالية. فقال صلى الله عليه وسلم, أدقوا يعني دققوا في الحديث هذا اللي جاي, قال إن حق الشروط, حق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفرج. أن سبحان الله بده محاضرة لوحده الموضوع this story this حديث need the whole lecture the whole lecture. يعني الإنسان لما يوعد المرأة شيء وما وفى بهذا الشيء, عيد الزواج وعدها شيء وما وفى فيه والعياذ بالله, والعياذ بالله كأنه زنى فيه. Yes, the person if he fulfill, he create condition, he made condition to his wife in the time of writing the marriage contract, and he broke that, and he not fulfilling that condition, just like the person who committed adultery, والعياذ بالله. So, حق الرسول صلى الله عليه وسلم said, أن أحق الشروط, the most more fulfilling condition when you fulfill the condition to your wife when you write the contract for marriage. طب قبل الزواج, before you fulfill the contract, قبل العقد, كثير من الناس يعود قبل العقد. كل القضية ساعة العقد. The whole issue, the time of writing the condition. والعقد و the contract وكتب الكتاب in Arabic, when you're writing the contract, making the conditions, that moment is the most important moment, not before and not after also, مش بعد ولا قبل, ساعة العقد. هذه هي أهم حاجة, والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي بيولد زوجته الشيء, مثلا على سبيل المثال let's take an example, لو واحد وعد زوجته إنه مثلا أنا بوعدك ساعة كتب الكتاب, ساعة بوعدك إنه أنا أديكي 10,000 دولار, I promise you to give you $10,000 the time of writing the marriage contract. بعد الزواج هو ما استطاع, بعد الزواج after marriage كانت دون نصر في البيت وخلاص, أنت روحي ما كنت حرة, مش حديك ولا حاجة. After that he said no, I'm not going to give you anything. All this relationship معاه والعياذ بالله, العلاقة معاه هذا زنا والعياذ بالله. That is a zina of the relationship والعياذ بالله. فيجب أن توفى الشروط, is must fulfill the conditions in the time of the marriage, not before. حقيقة يعني الرجال, يعني أخواتي, الرجال دائما قبل وحين الساعة الخطوبة
ما شاء الله علينا بنوعد كثير. When we propose, we promise. But the issue is not when we propose. The issue when we write the contract. That is the whole condition. Not before. إن شاء الله. So, إيش مواعيد الزواج اللي هي الخطوبة؟ الحمد لله ولا سامح. لكن القضية وقت القتال بس. ولا العلم عند الله سبحانه وتعالى. بعدين ذكرنا حديث آخر. طبعاً أكثرنا سمع هذا الحديث، الحديث الثاني في الشريحة هذه. الموقف أصبح هارد حديث، حديث الشيطان، إن الشيطان حديث ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سأن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، يبعث سرايا. إبليس يضع his throne on the water and he sent the شياطين، the أبليس، the شياطين to deceive the people. To deceive the people. اللي deceive هذا سرق وهذا عمل كذا وهذا عمل كذا حتى والعياذ بالله هذا زنا. إذا استغفر الله سبحانه وتعالى الله غفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله عز وجل forgive all kinds of sin. This all sin is forgiven. اكسبت الاشراك بالله سبحانه وتعالى ما عدا الشرك بالله هذا مش مغفور مش مغفور والعياذ بالله this is not forgiven for الشرك with associate with الله سبحانه وتعالى سبحان الله ممكن تغفر كل ذلك لكن ما يفرح ابليس الا اذا الرجل طلب زوجته ابليس that the Satan will be happy only when the man divorces his wife when he divorces his wife قال انت انت ويلتزم يبدو حديث ويضع يبدو كراون التاج على رأسه إن هذا الحديث يبدو كراون in the top of his head that when you the one who is divorced between man and woman you are the best اللهم عافينا يا رب العالمين ثم العياذ بالله هذا حديث طبعا وذكر الحديث صحيح مسلم وذكر برضه الحديث بالبخاري بصيغه اخرى بمنشئ صحيح البخاري in different narration بس سبحان الله تتهيأ يقول نعم انت مسلم أحمد قال أنت 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 ثلاث مرات بيذكر أنه أنت يعني أنت أفضل واحد كل الشياطين وبيستم بالسيتنز سبحان الله ما عافينا يا رب العالمين سو حقيقة يا أخواني أخواتي يعني أي مشكلة بين الرجل والمرأة والعلم عند الله تحل إلا إذا دخل فيها الشيطان أني بروبلم بيسولف إكسبت الشيطان إنفولف لو الشيطان تدخل حدش حيفكر إلا الله سبحانه وتعالى كسبت الله سبحانه وتعالى The one who just solved this problem with the husband and the wife بس سبحان الله all of the شيطان involved with any kind of divorce any kind of divorce سبحان الله رب العالمين طيب لكي تبقى جذبة يعني الحب بين الرجل والمرأة سبحان الله وهذا الشيطان الشيطان اللي قلنا زي ما قلنا سبحان الله عندما الإنسان يتراجع عن قرار الطلاق الشيطان سبحانه يكون يتصغر الشيطان بيكون very little سبحان الله when the person said decide not to divorce his wife اللهم عافينا يا رب العالمين اوكي طبعا في بعض الالفاظ هنا احنا حاولنا نترجمها للثاني مي ان اني would try to translate last night actually the Arabic words but it's very hard to translate it يعني صعب جدا الترجمه الحقيقه يعني يعني عافونا ان شاء الله لازم نغفر forgive us if there is any kind of mistake or English mistakes or even Arabic mistakes here so to please forgive us ان شاء الله رب العالمين. So, حقيقة يعني انسان يعني شوف الرسول احنا بنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عارف البعض يقرا هذا الكلام some of you will read the Arabic word as if what you talking about يا شيخ. So, حقيقة احنا بنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني جدي حاجة من هنا it's not from my home that being in this from the Prophet صلى الله عليه وسلم قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لما كان يتكلم مع عائشة يتكلم مع زوجاته when the Prophet صلى الله عليه وسلم speaking to his wife كان كلام عاطف وصريح so say using loving words the Prophet صلى الله عليه وسلم and straight ahead straight يعني سبحان الله رب العالمين اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الحديث المذكور هنا في الصحيح في الصحيح كان يا حميراء انه هذا افضل اسم كان ون اوف ذا بيست نيمز كان هو باللسان العرب في لسان العرب يعني هو الجمع ما بين اللون الاحمر واللون الابيض فكانت النساء تفرح بهذا اللون
افضل من الميك اب يعني ذا بيست اوف ذا ميك اب وين ذا جوين ذا تو كولرز ذا ريدنش اند وايت ريد اند وايت توجذر وين ذا وومن شي لوكس لايك لايك ذس اند موست اوف ذا بيبل دارك بيكوز ذي ليف ان اريبيا ان ذا ديزرت دارك بت وين شي بين ذا وايت اند بتوين ذا ريد شي از فيري هابي تو هاف ذس كولر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعي عائشه يا حميراء يا عائش. هذا الرسول كان يدل على شيء. فكان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم the wording straight word الرسول صلى الله عليه وسلم and exchanging words. يعني هي عائشة رضي الله تعالى عنها كانت برضو تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أنا أكيد ما ذكرنا الحديث هذا لكن كلكم تعرفون هذا الحديث أو يقولون هذا حديث قد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعرف متى تكون يعني سعيدة معي ومتى تكون غير سعيدة معي. When you are happy with me and you are not happy with me. قال يا رسول الله وين؟ فقال أدخل عندما تكون يعني مبسوطة when you are happy with me ستقول رب محمد. لما تكون مش سعيدة مش مبسوطة تقول رب إبراهيم ورب إبراهيم. When you are not happy say by the Lord of Ibrahim but if you are happy with me say the Lord of Muhammad. فضحكت عائشة رضي الله عنها she smiled رضي الله تعالى عنها. الحديث صحيح هذا لكن هذا كان حب صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم وحب صريح من عائشة رضي الله تعالى عنها. قال يا رسول الله أنا أغضب ولكن قلبي يحب قلبي يعني يا صلى الله ما أحلى كلمة سمعت most beautiful word from عائشة أنا my heart love you يا رسول الله. إحنا كلنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم بتحب عائشة حبين the love of عائشة two kind of love love as a for the husband كزوج love كبرافت كنبي. حب عائشة رضي الله تعالى عنها حب عائشة مختلف عن حبنا تماما. طبعا another one الدعابة والابتسامة الحانية. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح يا أخي يعني أحيانا الإنسان برا البيت يمزح بعمل كل أنواع الدعابة هيومرز سمايلينج تلينج وينتر ذا هاوس ما شاء الله عليه سبصني بغاضة الرسول العكس يعني حقيقة يعني inside the house becomes so tough and so rough and but outside the house ما شاء الله is playing and making jokes with everybody. طيب جوا البيت طيب الزوجة هذه مسكينة مع الأولاد with her wife with your kids and working day and night she needs really some kind of humor and a smile and playing. And الرسول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ذكرت لكم الجمعة الماضية يعني last Friday نفس الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة استطري قالوا الصحابة كان في أحد السفرات وحديث آخر بتاع أحد المعارك one of the battles and one of another حديث this حديث that I mentioned here is one of the travels. قال الصحابة رضي الله تقدموا وقال عائشة تسابقيني عائشة أنا أنه أعوي هذا الحديث تسابقيني. يتخيل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم imagine that the Prophet صلى الله عليه وسلم يتلع عائشة this race running and everybody watch كل الناس كل الصحابة ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى يتسابقا. طب والله طب إحنا لو عملناها لو الأخ علي عملها ولا أي حد عملها لو مصيبة سودة بتكون disaster but سبحان الله بس الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا حقيقة يعني أنا فكرنا فيها look at this imam playing soccer with the kids. Have you heard this kind of soccer with the kids? Look at this imam playing basketball with the kids. Look at this imam doing this. And then our imam used to race with كان يجري مع عائشة خلف الجيش فكانت عائشة خفيفة فسبقت الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت فرحانة يعني تكبير ما شاء الله she was faster than the Prophet صلى الله عليه وسلم. بعد فترة زاد لحم عائشة رضي الله عنها she gained weight عائشة رضي الله عنها فتسابق برضه and they raced together again فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أسبق من عائشة he was faster than عائشة the Prophet صلى الله عليه وسلم. قال حبيبي تلك like we are even just like we are even even Stephen so but if we are even سبحان الله ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة الحديث الأخير اللي ذكرناه هنا حديث أبو هريرة هذا في الشمال الترمذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تمزح معنا تلعب معنا اللي هي يومر من الجوكس بس يا رسول الله. قال نعم ولكن بحق هو بيمزح الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل جوكس الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بحق بس مين he's not lying يعني ما بيكذب حتى مزحه كان صلى الله عليه وسلم بحق. يعني عندما قابل هذه المرأة قال لا تدخل الجنة عجوز إن الجنة there is all women will never enter the جنة حزنت المرأة العجوز
ده حجمس ده وومن شي جت فيري سايد فيري سايد قال تكون عرب الاطراب يو بي فيري يونغ وي انتر ذا جنه وي فيري يونغ ففرحت سي واز جوكينج وذ وومن يمكن كان يمزح مع المراه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بحق صلى الله عليه وسلم فالحقيقه عندما ندخل البيوت يا اخواني يعني حقيقي يجب ان نمزح نلعب مش على طول نروح من الشغل على النوم على الشغل النوم الصلاه والشاور النوم سو ذا نيجا في الانتر ذا هاوس تيك شاور اند سليب and next day and routine 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 every day كل يوم كل يوم والله مرة تزعل والأولاد اللي زعلوا وبعدين الأولاد علينا حق زوجتنا علينا حق ده for our kids there is rights and our wives there is rights and our husband their rights is always rights إن شاء الله رب العالمين. طيب دي الغزل الغزل الرفيع أساس والعلاقة العلاقة أساس express the feeling and intimacy that the Rasul صلى الله عليه وسلم he was expressing his feeling ان غزل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسافر كان يبعث لعائشه وهي ترافل للرسول صلى الله عليه وسلم سني لعائشه رزقه ولا ازواجه لكل ازواجه. اول نعم. اه صح صح والله اني غلبتيني بذلك. لا حفصه كمان. انا ما قلت لزوجاتي بس انت ما سمعتيني. انا قلت لزوجاتي بس ما سمعتيني. آه ماشي بلاش لحفصه الان لزوجاتي. لما كان يسافر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل لزوجاته كلهم صلى الله عليه وسلم he used to send all his wives صلى الله عليه وسلم ويخبرهم انه عاد من السفر ويعرف ليش جو الرسول صلى الله عليه وسلم وين كان يروح الرسول صلى الله عليه وسلم he knew where his light he used to be supposed to be صلى الله عليه وسلم he used to go but he used to send all his wives كل زوجاته صلى الله عليه وسلم ثم يبدا الى زوجته التي عليها الدور يعتبر هذا الجار he used to go صلى الله عليه وسلم سبحان الله بس الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للغزل كان يغازل الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة الرسول أم سلمة كان حتى أم سلمة كانت أكبر منه أم سلمة she used to be older than the Prophet صلى الله عليه وسلم older than him and he made jokes with أم سلمة all the time حتى لما كان يضرب المثل للزوجات كان يضرب المثل بين الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها خديجة رضي الله عنها when he made the example of the role model of wives the Prophet صلى الله عليه وسلم he made a role model who خديجة خديجة is the role model when عائشة في يوم من الأيام غارت من خير الكلام عن خديجة كان يتكلم عن خديجة the Prophet صلى الله عليه وسلم speaking about خديجة خديجة فقالت رسول الله she was an author كبيرة بالعمر وكان غيرها وكان متزوجة غيرك بس أنا كنت speaker وكنت صغيرة I was young and I was virgin and so on فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب الرسول صلى الله عليه وسلم began angry ولا عندما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وتكلم عن محاسن خديجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم start to speak about the بنسبه خديجه رضي الله تعالى عنها فعائشه قالت والله من يومها لم اتكلم عن خديجه ابدا ان يقدر speak about خديجه اكثر من اخذت الدرس عائشه رضي الله تعالى عنها فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب خديجه رضي الله عنها اكثر من يحب اي واحد من ذرياته صلى الله عليه وسلم ان ساعدت وعملت وكذا يعني يوم كنا نقول الناس مستضعف الرسول صلى الله عليه وسلم هي قوة الرسول صلى الله عليه وسلم مدد المال واعطته وخلف منها طبعا لو خلف ماريا رضي الله عنها لكن برضه خلف من عائشه كلها بنات كانت من عائشه رضي من خديجه رضي الله تعالى عنها فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي حتى الغزل حتى امام الصحابه كان يتكلم عن خديجه ايزي ان ذا فرونت اوف ذا صحابه بعد الغزل هي تو ريلي ابا انتمي ان ذا فيلينج كان اكسبريس هيز فيلينج فور ذا صحابه اباوت خديجه رضي الله عنها ليس عيبا الحقيقه والله العظيم ليس عيبا يعني واقف يعني عندنا احنا العرب بالذات العرب بالذات نتكلم بالموضوع هذا خط احمر اذا بيطلع طبعا جد احنا والله احنا لا عايشين في عمان ولا في فلسطين ولا في مصر ولا لا We're not living in any place in the Arab world. We live in America. And we see that, we watch that, we're observing that. And really, I'm not going to be imitating the non-Muslims, but at least imitating the Prophet صلى الله عليه وسلم. نتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. لغير المسلمين لا، ولكن نتشبه على الأقل بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا جدا، فن التغافل. سمي التغيير غض البصر غض الطرف عن بعض الاشياء كذا حقيقه وزي the art of overlooking the art and هذا فن التغافل على فكره مش هذا اللي بيخلي الحياه الزوجيه سعيده ومبسوطه بس طبعا مش على كل شيء في فن التغافل شفاء
واضح ان شاء الله. فن التغافل وغض طرف البصر عن بعض الاشياء، يعني كل شيء يكون الانسان يحقق بكل شيء كريتيسايز اند سبيك اباوت ايفري سمول ثينجز، الحياه تكون عويصه وصعبه جدا. سو فيري هارد اف يو سبيك اباوت سمول ديتيلز اند ايفري ثينجز يو ميك يور لايف ميزربل والعياذ بالله. سبحان الله، انا هنا اي منشن سمثينج فيري امبورتنت. في الحياه الزوجيه مبنيه على التلقائيه وعدم التكلف. ايش التلقائية وعدم التكلف؟ الانسان بيدخل على البيت بيتكلم بعد ما ياخذ على زوجته بعد ما يتزوج افتر هي جيت ماريد اند افتر ييرز هيز جاست سبيك وات ايفر از ان هيز مايند اند هيز برين، يعني اللي بعقله واللي على لسانه بيتكلم الانسان. والزوجه كذلك اند ذا وايف كذلك ذا وايف اند ذا هاسبند. الانسان مش حيتصنع الكلام ويكون دقيق بكل كلمه يقول لزوجته او العكس صحيح، او تزوج الزوجه لزوجها. So the woman and the woman just constantly criticizing every single word and worry about everything that they're speaking about, that becomes very hard life. So we must as men and women to learn the art of overlooking, غض البصر عن بعض الاشياء، غض البصر عن بعض الاشياء وعن بعض التصرفات. الحقيقه ان في عندنا تصرفات احيانا الانسان بره البيت يخش البيت وعنده نفس التصرفات. يعني احيانا بيرسم، يعني سبحان الله، الله عز وجل يقول في سوره الروم فطرة الله الذي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله. الله عز وجل كريت اصله ذا نيتشر وذا فطره، سبيشال فطره. فطرة الذي فطر الناس عليها. Every one of us have his own فطرة. وبعدين يقول الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين. لا تبديل. Impossible to change the creation of Allah سبحانه وتعالى. Impossible to change the creation of Allah سبحانه وتعالى. This is our فطرة and there is no to change the فطرة of the human being. Change the فطرة of the human being. So we must learn, especially we live in the West, the fun or the art of overlooking for some small thing, the small things, let it go. Just let it go and make your life and your marriage always successful, inshallah, Rabbil Alameen. Now, this I want the brothers, not the sisters, because I feel shy to listen to the sister about that. What is love? Yes? لاف عند الله ما ظل غير الحب يعني حبيبي. يلا ها كير اوكي ابو علي دون بي افريد. اسمع كير اسمع اني بقول ان شاء الله ايش لاف فيها حقيقه. يلا ابو حمزه حب لا لا سيريوسلي مرة مش سيريوس خلينا نتكلم. حب يعني ايش؟ لا عاطفة اوكي سيمي اوكي ذا مين ذا سمباثي ذا مين ذا فيلينغ اوف ذا هارت فيري جود. حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى زي ما قلت انا عايز امنشن الله سبحانه وتعالى وضع الحب في ادم عليه السلام عندما خلق مين؟ مباشرة الله سبحانه وتعالى put the love inside the heart of Adam when he created حواء. When Allah created حواء not before. تغير لأن هي جزء من آدم عليه السلام. حواء عليه السلام وزائد عليه السلام is a part of Adam. So he felt it. He felt the love. Just you say the heart moved. A part of the heart. سبحان الله تعالى. And سبحان الله the heart covered. Covered. Even the heart covered by the ribs. And it's one of the ribs of Adam. Some people say this rib here, or this rib here. Allah Alam Ayah, one of the ribs of Adam. يعني سبحان الله. Then I have a question is, هل تهتم بسعادة الشخص الآخر الذي تحبه؟ And the English one, are you concerned about making your spouse happy? And I'm talking about husband and wife. يعني زوج بالزوجة. إن الزوج والزوجة مرة ثانية هل تهتم بإسعاد الشخص الآخر الذي يحبه؟ يعني الزوجة هل تهتم بإسعاد زوجك؟ والعكس صحيح. The husband is he concerned to make your wife happy؟ And this answer of this جواب معاكم أنتم معانا إحنا كل واحد معاه كل واحد عنده قصية في البيت. Everybody has something special in his house.
And but this is one of the important, you know, number one, واحد مهم جدا جدا انه دائما نحاول نسعد الشخص الاخر. It's very important to make the other person happy. عشان تخلي الحياة الزوجية سعيدة مستمرة. عشان to make your life and your marriage always successful إن شاء الله. Number two, هل تشعر برغبة في مساعدتي على عمل الأشياء التي يحبها أو يهتم بها؟ This take and say, do you have the desire to help your spouse? Whether your spouse, husband or wife, will think that interest them. مرة ثانية, هل تشعر برغبة في مساعدتي, في مساعدة يعني مساعدة الزوج والزوجة, that they have the desire to help the spouse, a wife with husband, husband with wife, for something he loves or she loves. يعني الزوج يحبها وزوجها ويهتم بها. سبحان الله, بعض الزوجات, some of the, now, sorry sister, you have to say that, yes, one of the sisters, some of the sisters, they really concentrate in the house, in a certain place in the house, and worry about what's going on with the man things. His paperwork, his books, his library, his business. So, and it is not right. The question is not right. Okay. نعم إن شاء الله. Okay. So حقيقة there are a lot of كثير من الأخوات بيهتموا بالبيت, تركيزهم على البيت, كل شيء على البيت, والراجل مكتبته وكتبه وورقه وكذا, والله ما بتهتم هذا الشيء صراحة. بيخلي الراجل دائما عنده غضب. Make the man always have some anger. When you really careless about his things, you're supposed to be careless about others. So حقيقة number two is very important. To both of you, husband and wife, they really have to be interested, interest, have the interest and the desire to help each other with the things. محمد وعمر, ما شاء الله, لما يحبوا بعض محمد وعمر. والله إن شاء الله. Number three, هل تنتظر حتى مهم جدا؟ يعني تعمل, يا احنا نقول بالعربي اعمل الخير وايش؟ وديب البحر, ها؟ ايوه, اذا هل تنتظر من الشخص الاخر ان يسعدك ايضا؟ هل يسعد, do you wait for spouse to make you happy? Oh, subhanAllah, we say in Arabic language, you do good things and throw it in the ocean. With any good things to the other people. يعني بتعمل خير للناس, تنتظر بالزوج والزوجة, مش أفضل يعمل مع بعض كده؟ حقيقة, يعني فكر فيها إن شاء الله رب العالمين. نمرة ثلاثة, نمرة أربعة, الآن هل تشعر بحماسة دائمة, مش بحماس, بحماسة دائمة لحل الخلافات وقت حديث؟ يعني والله مهم جدا 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 هذه نمرة أربعة. Do you try to solve the problems, overcome problems, the moment they arise, the moment they arise? And this is really important. مهم جدا جدا. When there is a problem, there is a مشكلة, لو احنا استنينا على المشكلة تتراكم. If we wait for the problem, that problem will accumulate and accumulate, and the problem become volcanoes, eruption. مظبوط ولا لا؟ But we are trying to solve the problem in the moment the problem happened, that makes a lot of difference in our lives. النصيحة للجميع, الإخوة والأخوات, my advice to brothers and the sister, إن شاء الله, when there's a problem, try to solve it on the spot. On the spot, إن شاء الله. خمسة, هل تشعر باهتمام وحرص على حياتكما الزوجية أكثر من حرصك على إثبات صحة وجهة نظرك في كل خلاف يقوم بينكما؟ هذا الرجال أكثر من النساء, والنساء برضو كذلك. هل تشعر مرة ثانية, say, are you concerned about your marriage, or are you more concerned about your, to prove your point? If you want to prove your point, you want to be صحة نظرك, ما شاء الله, الرجل تقومون عن النساء بالموضوع هذا جدا. لكن الموضوع قومون عن النساء, القوامة هنا مش كده, القوامة كثير من الناس يتقوم, الرجال قوامون عن النساء. بآية من الله سبحانه وتعالى, زي the women over men, they always think by muscles, بالعضلات, يعني فالله يعني حقيقة مش كده, هي بالصرف. Say, when the man take care of the wife, that is the قوامة. It's best صحة النظر to concern or to prove your point of view, to prove your point, concern, to prove your point of view, actually, with mind. إذا الله سبحانه وتعالى فالجادلهم بالتي هي أحسن. Allah subhanahu wa ta'ala argue with them to the others. بالذي أحسن, with the best way. What about husband and wife? بين زوج وزوج. حقيقة, سبحان الله رب العالمين. When you think about the future,
think about you, always think about the future, the wife and the husband, the brother, the husband, the husband, the husband. We think about the future for tomorrow, for the kids, for this. We should, not I, or we should do this. ثمانيه هل يشعر كل منكم انه جزء من الاخر؟ If you feel this really also, do you feel that you are completely سبحان الله 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 سبحان It is an example. It's not hadith. But we always truly while it's the life. Subhanallah, we are not the same. We are 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 Right? So the problem is if you don't have from the beginning goal, if you عندك هدف من الأول goal goal الزوج والزوجة بيخسر الزوج والزوجة بيخسر تمام. يعني بعد 18 سنة ما تفكر ابدا انك تطبق او ابنك او بنتك خلاص بعد في البلد بعد البلد هنا لان this country after 18 years your son or your daughter after 18 years old almost impossible and I didn't see really I didn't see any man or woman controlling the kids after 18 years so far so far 100% controlling the kids I didn't see that سبحان الله اللهم عافينا يا رب العالمين اللهم عافينا ان شاء الله okay how now the other part of the presentation ان شاء الله how to keep your love your marriage فريش بالضبط تماما انا بكل مره اللي فاتت على القصه حق البوم انا حقيقه انا دخلت الموضوع هذا وانا اقول مره ثانيه ان شاء الله رب العالمين فانا في فلوريدا وانا قاعد في فلوريدا اي واز واتشنج اي واز بلاك جولف انا ريلي اي شو امامي هو اوفر 70 years old اكثر من 70 سنه وبيحاول يلعب جولف يتعلم الجولف انا عميت في بس بدي ريبيت بس ان شاء الله اجين عميت لاست ويك بس سي ذي ستارت افتر 70 years start to learn how to play golf and I ask انا يعني انا بعرف العب جولف بعرف العب جولف اول ما يمسك الايرون هوايه جميله جدا ذا بيست اوف ذا هابي ممتاز بالقران هاز ذا رايت هابي اول ذيس ان تشالنج تحدي بين الرجل والمراه بالحفظ تحدي تشالنج بين ذا هاز اند ذا وايف بين ممرايزنج ذا قران ممرايزنج ذا حديث اند سو والله العظيم متعه في حفظ صحيح البخاري من امتع ما يكون ممرايز صحيح البخاري وان ذا موست انترستد هابي يو كان ايفن ايماجن ان صحيح مسلم سبحان الله رب العالمين. Let's go إن شاء الله. طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الريمر إن تعب الفرس أجد هارو كيد اللف. ماري اللف. قول فش الله يسمى الله الهلال. طبعا كان في مسرح الهلال. إذا كان في مسرح الهلال. And I will mention this actually. Remember some kind of occasions. أنا بعض يعني نسانا بالذات يا أخوان النصيحة يعني حقيقة للناس. For brothers, if you don't remember a certain days, إذا مش متذكر من طريق معين تاخذ مشكله كبيره سيستم لا بتشوفني if you don't remember certain days you put yourself in trouble yes والله بعرف كان اخ في فلوريدا عنده شجره قد بدت تجيب عروس بس شو الناس اذا لقيت ناس he take one of the flower one of the rose and he give it to his wife every time he enter the house that makes a lot of difference eh Three, but Allah, yes, this makes a lot of habit, idea. That's the gift of God. That's the believe me, it makes a lot of difference in the life of your wife. Exactly. If you're happy, let me ask you a number of even in the house. Would it be a yes? SubhanAllah. Actions, gifts, and plan of advice. Why, in my case, of why is the Lord, you should teach me. I want to know exactly. So the Bible says, I want to know. 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 No, do it about it. I tell you. Okay, this is the record of the Sabbath house. This is the same thing. 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 يوم الزواج يوم الزواج the day of marriage not the holiday or that it's not عيد الله كبير بس عيد عيد الزواج عيد الميلاد هذه كلمة هذه كلمة هذه كلمة هذه كلمة هذه كلمة عيد عيد الزواج عيد الزواج لازم تحكي لما من عائشة عشان تعرف عائشة عشان تقول لك وش يجيب تبغى تقول ما يبغى تقول عشان تعرف عائشة شيء بشخص مسلم تبغى the spouse and they are really the only one in the world الوحيد في العالم كله وتأثر ذلك إن شاء الله بالمعارضة هذه مثلا حقيقة مثلا الاخ باع شاف زوجته بالنساء بحفله كبيره كذا وجاب راح بدل فيديو او بعدك مسج لزوجته هذا مستحيل بالذات العراقيين especially the Iraqis is the تعرف ساره منين عليها السلام؟ ساره زوجة ابراهيم عليه السلام منين؟
نعم. جزاك الله خير. يعني يجب بديه إجزاء. يجب بدي لك السؤال. تيجي رصد. تيجي بدي تمشي. لا تقول. جزاك الله خير يا. نعم. ولا تقول ما تقول. ما تقول نعم. المحرات التي تكلم عن العرض تكلم عن المحرات من الكلام الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وتجد الرسول صلى الله عليه وسلم حق حق رضي الله عنها حتى خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حب العقل هذا سواء الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة يدربون ذكرت من الناجن هو كان الناجن هو مش الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها ده exhibition exhibition هذا اللي نفخ فيه missing الله تعالى الله is as Muslims unfortunately and this is the reason this again إن شاء الله تحية الحرف الوداع ما يجي بني 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 ما هو 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 عملت وعملت 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 وما شاء الله الرجل الذي يقول ما شاء الله جزاك الله خير والله انت عملت اكسلن جاب جود جاب ما شاء الله تو وي شود دو ذات ان ريلي اند ان سبحان الله يوم العيد يوم العيد بقول لزوجتي بقول لها ما شاء الله ابني عمر 10 سنين صام 9 ذي الحجه ما شاء الله عليه كلهم الوحيد في البيت اللي صام 9 ذي الحجه كلهم قالت لي اه عشان اللعبه بده جيم هو قلت لما كنا بدنا اللعبة اللي هي الجنة كنا منصوم ومنصوم ومتعبد الله سبحانه ليش يعني حقيقة ليش ليش مش عشان تدخل الجنة ولا لا I was after the Eid I was telling my wife say the only one he really fast 9 days of the Hijja my 10 years old عمر and she said to me that they all because he wants the game he will be game And I told all of us won the game. The game is the Jannah, our game, so our goal is the Jannah. And Allah subhanahu wa ta'ala, الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم what? لهم جنات عدن, ولهم مساير, ولهم حرير, ولهم ولا. يعني الله سبحانه وتعالى وعدنا أشياء كثيرة جدا يعطينا لو عملنا وعملنا وعملنا وعبدنا الله سبحانه وتعالى. صح ولا صح؟ If we worship Allah سبحانه وتعالى, the way we should worship Allah سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى promised us with a lot of things, جنات عدن تحت الأرض, paradise, and أساير, الغرفة ماي فيت قبل العيد قبل العيد دخلت غرفة من غرفة الأوبر المدني تينيجر عيد الرب كيدز ماي ما غرفة ماي كيدز روم تينيجر في روم بس قبل ما تفضل أي روم بس لايك توني وما يعرف immediately I went straight to my wife and I told her look at Rashad's room look at his room let's look inside the room and that's it النساء صراحة بيعملوا شغل بالبيت أفضل من الرجال بالموضوع هذا صح وفي رجال راح ما شاء الله يلا يلا بعد مثلا لكن بس لكن the majority of the brother they cannot do this job the majority of the brother cannot really do this job يعني حتى لما نتكلم عن هذا مرة ثانية لأن القائد مرة ثانية يكون يوم خاص يعني يوم خاص أو شهر أسبوع خاص إبن ليش بسيط الله بديت الناس نفسي الناس بعد بس أنا كيف بعد يوم واحد يعني يوم ثلاثة مرة يوم أربعة ان شاء الله رب العالمين هو اذا من شارج من الويب سايت من المسجد الويب سايت من المسجد ان شاء الله
Number four, and very important that يعني لا يرى منك الأجمل أجمل لباس وأجمل بسامة وأجمل رائحة وأطيب رائحة. حسب the clothes and the list of the smell, the man should find from his wife all the time, inshallah. Number five, that I'm talking about almost, mashallah, with text messaging. Text message, I want to involve with this presentation, text message, one of the text message, one of the kids wearing a jacket, big jacket, the sweater beard, وإيد الجاكيت محطوطة قدامه بعد الأصول في الامتحان يعني هو was supposed to be in a studying or in a test but he was taking his hand down and texting and his and the sleeve was up the sleeve الكم كان قدامه وإيده كان تعمل texting so everybody is texting now ما شاء الله texting is free text message to your husband to your wife اهتمي برائحة المنزل برائحة المنزل very important it's for the sisters when the man entering the house take care of the smell of the house is really important makes a lot of difference not always find carry all the time sometimes there is something you don't feel inshallah inside the house inshallah don't only sitting with his wife and they are eating and with the kids home mashallah And then I told him Ali, so in the restaurant eating with his wife. I said, oh, I do that with my wife too, alhamdulillah. I said, oh, mashallah, it's very good. So it's good to do that sometimes with your wife. حتى لو عندك أولاد كبير تاخذ نفسك على مطعم معين, special restaurant, and eat together makes a lot of difference in life, inshallah. معقول يا شيخ. Okay. حقيقة number four والله is really important this advice really for the brothers really important يعني أحيانا تلاقي الولد لو زعق على الأب تلاقي الأم بتمزعجش على أبوه لكن العكس صحيح نشوف إن sometimes when the kids yelling at their fathers and you find the wife say don't yell at your father but when he yell at his mother لو هو زعل على أمه ولا زعل على أمه تلاقي الأب عادي أخذ الأمر عادي يعني وهذا الشيء الشرع لا يجوز حتى يعني ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم Islamically is not accepted if the person is speaking to his mother actually with a rising the voice or unrespectable way that Islamically is not accepted يعني الوصول لما الرجل يشوف الزوج يشوف الولد يزعق على امه ينادى يزعق على امه بصوت عالي على امه الوصول الرجل على طول يجلس ابنه يتكلم مع ابنه او حتى يزعق على ابنه Whatever it is, you should yell at your son immediately, your daughter, of course, or your daughter, and not to yell at the mother. Not yell at the mother. And this to me clear that Allah subhanahu wa ta'ala تقول لهم أف ولا أف. Do not say is an أف. Two letters, ألف and فاء for the father or for the husband or for the mother or the father. And imagine some kids they yell at the father or the mother, especially the mother and the father is taking easy. And that is the meaning is not accepted. Allah أعلم. Especially with your wife, especially during the monthly period when she's been in time after the birth, or when she is sick, when she's not married, or when she's not married, or when she's not married, is nice and kind to be kind with the wife with the gentleness let's skip number 8 number 11 and me as a professor at the American Open University and كدكتور في الجامعة الأمريكية المفتوحة I see يعني كثير من الإخوان يعني حقيقة بشكل زوجاتهم تم تعليم ماجستير دكتوراه حلق اللحية حرام and it looks nice and neat and looks good and all this مسواك or toothbrush neat and the smell is really important so حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيوت كان يستعمل مسواك صلى الله عليه وسلم he was dying the Prophet صلى الله عليه وسلم and he was using his مسواك صلى الله عليه وسلم but he was dying In the last day of his life, he using his miswak, subhanAllah, he was أخوها العائشة رضي الله عنها عبد الرحمن, he mentioned his siwak, أمام الرسول صلى الله عليه وسلم, the Prophet صلى الله عليه وسلم, he was, عبد الرحمن, he was holding the siwak, and the Prophet صلى الله عليه وسلم, he looking at عبد الرحمن, and عائشة فهمت, and عائشة, and she understand, she want the siwak, and she took the siwak, and مرته, and she showed the siwak, and she brought it out to the Prophet صلى الله عليه وسلم,
Mm-hmm.